مجرد ما قلنا الحلقة اللي فاتت أي حد عنده أفكار يبعت لنا الحقيقة، وصل لنا كم عظيم من الكل. ما توقعناش إن الكل يعرض يساعد بالكم ده. ناس عارضة توصل المطهرات لحد البيت ومجانا، لحد ناس عارضة تنتج مجانا المطهرات. مجموعة دكاترة صيادلة بيدرسوا آخر سنة في الجامعة، وصلوا لسنة التخرج، مشاريع تخرجهم كانت إنتاج المطهرات بنفسهم في معامل الكلية. عرضوا إن ممكن ننتج المطهرات وإنتاجها ده يكون داخل المعمل. حجم الإنتاج ده صحيح صغير، لكن ممكن يغطي جزء كبير من الاحتياجات اللي زادت فجأة وما كانش معمول حسابها. أنا أحمد محمد السيد. أحمد، أنت بتدرس إيه وبتشتغل إيه؟ أنا طالب في رابعة صيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. احكي لي بقى عملتوا إيه؟ هو احنا كنا شفنا يعني اللي بيحصل في الايام اللي فاتت دي، اللي هو الكحول ثمنه بدل ما كان العبوه الصغيره كان ب 19 جنيه، زهرات بقى 20 30 جنيه، اللي هو من يوم بقى سعرها 20 30 جنيه. الماسك مثلا اللي كنا بنجيبه عندنا، كنا بنشتغل شغلنا في المعامل، كنا بنجيب الماسك بتوع فرعنا بجنيه او 2 جنيه، سعرها بقت 7 جنيه، اللي هو ازاي ب 10 جنيه ازاي؟ الجرافز مثلا، الجرافز ده اللي هو كنا بنديه لبعض كده بقى سعره 5 جنيه، اللي هو ازاي من يوم وليله السعر بقى 3 4 اضعاف كده. بس فكرنا اللي احنا ازاي يعني نحارب حاجه زي كده، وفي نفس الوقت ازاي نساعد اللي احنا يعني نخلي المرض ما يتنقلش بسرعه اسرع يعني، او نحجم شويه يعني سرعه انتشار العدوى. يعني قررنا ان احنا نجيب جراكن الكحول ونعبيهم في ابوات صغيره، وننزل مثلا مكان عام زي محطه مترو مثلا، زي محطه مصر، ونوزع الكحول ده للناس، او على الاقل نعقم ايديهم، او نحط نوزع الماسكات عليهم، بحيث مثلا لحد زي ركب القطر، القطر بيبقى فيه عدد كبير. فلوس ماسك يعطيه معقم ايديه، فبالتالي يعني نحجم شويه من انتشار العدوى، فيكون الدنيا ايه؟ يعني هو مش يعني مش هو حل جذري، بس يعني هنساعد شويه في اللي هو العدوى دي يعني تقل بطريقه كبيره يعني. بس هو ده اللي كنا فكرنا فيه. عملته؟ لا بصراحه. ليه؟ ما لقيناش دعم من الناس يعني، ما لقيناش اللي هو الدعم القوي اللي هنعمل بيه كده. كنتوا مستنيين دعم شكله ايه؟ يعني كنا مستنيين دعم مادي، دعم الناس نفسها، اللي هو ناس تساعدنا، الناس تنزل معانا، سواء يعبوا معانا الكحول، سواء ينزلوا يوزعوا معانا، ما لقيناش دعم ده. ولا ما لقيتوش الكحول؟ لا، الكحول كان متوفر ساعتها. امتى؟ كنا ساعتها من 5 ايام كده. كان متوفر، كنا كلمنا شركة ايبكو، وكانت كان في السعودية وفرنا الكحول يعني. كنا برضو عن مكلمين مصنع بلاستيك، كان هيوفر لنا برضو البخاخات اللي هنعبي فيها. بس وكنا برضو كلمنا ساعتها الدكتورة عندنا في الجامعة، كانت هتساعدنا ان احنا نعبي الكحول في العبوات وكده. شرفني اكون مع حضراتكم تحضير اول مطهر عام. هناخد لتر ميه من الحنفيه عادي، لتر ميه، وهجيب الكلور اللي انا بشتريه ايا كان الصنف الموجود في السوق، وهاخد من الكلور معلقتين كلور على لتر ميه. ادي واحد، ادي اتنين، دول تقريبا بمعلقه بلاستيك، وهعمل تقليب بسيط. نسبه الكلور ده تقريبا 20 سنتيمتر مكعب. لو انا عندي سرنجه ممكن اخد 20 مل لتر، اللي هي 20 سنتيمتر مكعب على لتر ميه من الحنفيه. ثم هحط المحلول ده المطهر في بخاخه بالنسبه لي الموجوده في البيت، ارش المحلول بتاعي على جميع الاسطح، واسيب المحلول ده لمده 20 دقيقه.
عملها كتير، عملنا مطهرات وغسول يد وعملنا غسول فم. كنا عملنا مستلزمات كتير. انتوا انتجتوها؟ احنا الطلاب انتجناها كمشاريع. كمشاريع. كان كل مشروع مثلا بيبقى التيكت اللي بيتلزق على الواد كان بيبقى فيه اسماء الطلاب ورقم الاي دي بتاعهم. وده له صلاحيه استخدام لبقيه الناس؟ ليه ليه. كنا بنعمله في مكان معقم واجهزه معقمه وكل حاجه. قصدي ان هو مصنع مصغر. مصنع مصغر بالظبط، هو يعني كغرفه كده اكبر من دي شويه، فيها بقى بس فيها اجهزه مش لارج سكيل، فيها اجهزه سمول سكيل. كنا بنعمل فيها الكلام ده. طب ما هو في كام كليه صيدله في مصر لو كلهم عملوا كده؟ لو كلهم عملوا كده ممكن ده يبقى انتاج معقول يحل الازمه، صح؟ بالظبط. ماشي يا دكتور، متشكره. هو احنا فكرنا ان احنا نجيب جراكن الكحول فكاس، فبدل من يوم وليله زي ما ايطاليا تحصل. طب اعمل ايه؟ بعطف يعني. ما فيش عطس اصلا في الجراح. اصلا في حاجه حد رشها، ده مش عطس، ده مش برد، ده حساسيه من كتر الحاجات اللي فيها ريحه، عارف، نفاذه. ايوه زي. طب اعمل ايه؟ الناس اللي زي دلوقتي مظلومين في الكون. هنعمل ايه؟ انا لما بعطس الناس بتجري من حواليا. بس اصلا مفيش عطس في الموضوع، الموضوع ده كله كحه وسخونيه صداع، بس مفيش عطس اصلا. ما اعرفش الناس ليه ماسكه في العطس، مفيش عطس اصلا. مفيش عطس عادي. عادي مفيش عطس يعني. العطس والرشح مش من ضمن الاعراض. لا مفيش خالص. هو الفكره كلها في الكحه. الناس هي الناس ممكن بدون استخدام المطهرات تقاوم الفيروس؟ ان هي تقعد في بيتها. يعني تقعد في بيتهم ما تنزلش، ان محدش. الماء والصابون كفايه ان هم ينضفوا؟ كفايه، بس طول ما هم قاعدين في بيتهم. طول ما هم قاعدين في بيتهم. فاصل انا مش عارف الفيروس ده فين حته يعني، ممكن انزل مثلا اجيب حاجه من السوبر ماركت المس اي سطح يكون عليه الفيروس يجي لي ويجي لاهل بيتي كلهم. اشكرك. اشكرك يا دكتور. احنا هنساعدك في الموضوع ده. ليت يعني.